نعم. علينا أن نمسك ألسنتنا وأن نطهرها وأن لا نتكلم إلا فيما يخصنا أو في ذكر الله تبارك وتعالى أو الإصلاح بين الناس. نعم. لكن الواقع مرير، فالناس أطلقوا للسان العنان تجريحا ذما وقدحا في الآخرين، ودائما نقولها: العين لا ترى صاحبها والكاميرا لا ترى نفسها، لكنها ترى غيرها. فلماذا لا نمسك ألسنتنا ونتقي الله ونحسن الظن بإخواننا وأخواتنا لله تبارك وتعالى؟ وأقول لمن وقع في ذلك: استغفر وتب إلى الله، وإن كنت تعلم الشخص وتعرفه يقينا اذهب إليه وقل له سامحني، اطلب منه المسامحة. بعضهم يقول: أنا لو قلت له أنا ماذا قلت فيه ربما قتلني وربما ضربني وربما حدث أسوأ مما أنا أريد إصلاحه. في هذه الحالة أنا أطلب المسامحة العامة، يعني كما أنا أجلس إليك وأخي كريم: شيخ أحمد الله أصلح حالك يا فلان، لا عليك سامحني لله. يا سيدنا ما فعلنا شيء، يا أخي سامحني لله. فليسامح بعضنا بعض، ثم أكثر له من الدعاء بظهر الغيب. وإن كنت تكلمت فيه في مجموعة من الناس أذهب لنفس المجموعة لأكذب نفسي وأقول لهم: يا إخواني، يوما من الأيام أنا جلست وذكرت فلانا بينكم بكذا، الرجل خلاف ذلك للحق والإنصاف، وأنا تجنيت عليه، إذن أنا برأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى وأكثرت له من الدعاء، إن شاء الله بذلك يعفو الله عنه. ينتبه إخواننا إلى أمر مهم جدا، إن الحق أو المعصية أو الأمر اللي بينك وبين الله، الله كريم يسامح فيه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. أما ما بيننا وبين العباد مبني على المشاحة على البخل، فلن يسامحنا ربي حتى يسامحنا صاحب الحق. يعني ما أقولش أنا هتوب إن شاء الله وأنا وكلك وكل الناس، هذا ينبغي نحن ننتبه إليه. صلى الله الهداية يا رب. الغيبة والنميمة شيخ كريم صلى الله العفو والعافية بقت فاكهة المجالس، بورك فيك كانت على طرف لساني ربنا يرضى عنه وافق القلوب. نعم، فكت مجالس حتى بين من يدعي أنه ملتزم. يا سيدي إلا من رحم الله طبعا، سبحان ربي. يا سيدي في المساجد، تخيل جالس لانتظار صلاة الجمعة أو الجماعة أو أي من كان، شفت فلان ماذا صنع، ابنته وزوجته. يا إخواني يا إخواني، نحن في دار عبادة، فما ينبغي أن نشغل نفسنا بسوى صاحب المكان الله رب العالمين. فأصبحت اليوم بين الناس فعلا هي فكت مجالسنا، ينبغي أن احنا نتقي الله ونطهر اللسان. أمسك عليك هذا صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة فقال: دلني على طريق النجاة. النبي قال له ثلاث كلمات، لو عايز أعيش معاهم عمري ينتهي ولا أنتهي، عشرات الحلقات ما شاء الله. قال له إيه؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا الله، ما أجملها من كلمات لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام.